ونبدأ معكم بهذا الخبر، حيث استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني اليوم. استقبل الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، حيث نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة. وقد أعرب البرهان خلال اللقاء عن تقديره لزيارة الوزير عباس كامل، وطلب نقل رسالة تحية وتقدير للسيد الرئيس الجمهورية. كما التقى السيد رئيس المخابرات العامة أيضا خلال هذه الزيارة في الخرطوم مع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، حيث أكد سيادته على أهمية تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات بما يحقق المصالح بين البلدين. وفي السياق ذاته استقبل السيد رئيس الوزراء السوداني حمادوك السيد رئيس المخابرات العامة، حيث ركز اللقاء على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها بما يحقق صالح الشعبين المصري والسوداني. واختتم السيد الوزير عباس كامل زيارته بعقد لقاء مع وزير الدفاع السوداني وسيد مدير المخابرات العامة السودانية، وذلك في إطار التشاور حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين البلدين.